إدانات ومناشدات دولية شديدة اللهجة، تلك التي وجهت إلى قادة الانقلاب العسكري في النيجر، مطالبة بالعودة إلى النظام الدستوري وداعمة لمحمد بازوم كرئيس شرعي للبلاد. ففي الوقت الذي دعت غالبية الأصوات الدولية إلى ضبط النفس والعودة إلى الشرعية واحترام المكتسبات الديمقراطية والنظام الدستوري، حذرت أخرى من التدخلات الأجنبية العسكرية وعواقبها الكارثية والتي قد تشعل فتيل حرب إقليمية جديدة. النيجر ليست جديدة العهد بالانقلابات، لكنها هذه المرة عرفت استثناء واحدا بانقلاب العسكريين على أول حكومة منتخبة في البلاد، انقلاب ألقى بظلاله على دول الجوار وسط مخاوف من تأثيرات هذا الوضع على القضايا والتحديات التي تواجه المنطقة من تحالفات الدول وتجاذب المصالح فيها. ويبقى التخوف الأكبر حول السقوط في فوضى انزلاق الأحداث خارج الحيز الجغرافي الإفريقي.